برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة عندنا نماذج مشرفة كتيرة قوي في مصر رفعت اسم مصر وشفناها في محافل رياضية عالمية مختلفة. النهاردة هنتكلم عن واحد من النماذج دي، السباح المصري سيد الباروكي، وده اللي حاصل على الجانس ريكورد في القفز من الماء باستخدام الزعانف، واللي بيستعد دلوقتي ان هو يعبر المانش بالزعانف لأول مرة في التاريخ. باروكي الحقيقه عمل تجارب اداء من قبل، يعني في مرسى النادي، من مرسى النادي الاهلي على النيل، في وجود كابتن محمود الخطيب، كمان في وجود الدكتور اشرف صبحي اللي قال وزير الرياضه اللي استقبل السباح العالمي، واكد ان الوزاره حريصه على مصلحه جميع اللاعبين المصريين في مختلف اللعبات، وطبعا في مقدمتهم اللاعبين اللي رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمه في البطولات العالميه. وكمان قال ان الوزاره اكيد هتقدم كل الدعم الممكن خلال الفترة اللي جاية للاعب. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. أنا اسمي سيد الباروكي، لاعب سباحة محترف في نورد بلاني الإيطالي في ميلانو، صاحب رقمي في موسوعة جينيس ريكورد في قفز الدولفين، بطل في سباحة الزعانف من سنة 2003 مع المنتخب الوطني، شاركت في 3 كأس عالم مع المنتخب الوطني باسم مصر 2003 2007 2009 في مصر وفي إيطاليا في باري وفي سان بيترسبورغ في روسيا، والحمد لله حققت في مراكز متقدمة الحمد لله في 3 بطولات العالم. أنا احترفت من 2006 في إيطاليا، الحمد لله رب العالمين جبت مراكز كويسة مع النادي بتاعي، أول عالم أندية كذا مرة في تتابع، دخلنا في مراكز متقدمة على العالم باسم النادي الإيطالي. قفز الموضوع بتاع جينيس ريكورد كان 2011، كان في الموسوعة العالمية جينيس ريكورد جمعت 40 سباح اللي هم يعملوا الريكورد العالمي لقفز الدولفين، يعني ايه البني ادم يطلع من تحت الميه من عمق 4 متر لاقوى مسافه فوق الميه. كان الريكورد الرقم العالمي كان 1.80 متر، الحمد لله ربنا قدرني في 2003 في 2011 عملت 2 متر في شهر 3 2011، وبعد كده الحمد لله في نفس السنه حطمت الرقم جبت 2.05 متر في بكين، اول رقم كان في ميلانو وتاني رقم كان في بكين، والحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي الرقم باسمي ما حدش كسره. عملت رقم في 1500 من سنة 2007، رقم عربي أفريقي، أول رقم يقعد أكتر من 13 سنة لحد 2019 محدش حطمه، الرقم تم تحطيمه 2019، والحمد لله رب العالمين كان عن حلم من أحلامي أن أخش موسوعة جينيس مرة واحدة، الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني دخلت مرتين. Fregatti ci ha fatto pretattica. Dai velocemente. È rimasto in gara. Stefano Figini già pronto, via in acqua. Dobbiamo accelerare il ritmo oramai perché sappiamo come funziona. Complimenti al nostro egiziano. السباحة بالزعانف لعبة ممتعة، هي صعبة شوية بس ممتعة، تختلف عن السباحة القصيرة والسباحة الكلاسيك. الزعانف أداة زي عروسة البحر، زي الدولفين، زعنفة الدولفين. زعنفة واحدة بتخش فيها رجليك الاثنين اسمها الزعنف المونو، بيبقى جسمك كله مفرود لقدام واللي شغال وسطك ورجليك بس، تمام؟ فلازم انت مرناتك تكون عالية جدا عشان خاطر تقدر تمشي بالزعنفة دي. الحمد لله رب العالمين عملت لحد دلوقتي مع كابتن خالد شلبي عومتين وعمل في الغردقة في درجة حرارة المية 13 في شهر 12 اللي فات، والحمد لله رب العالمين تاني عومة كانت برعاية الكابتن محمود الخطيب، وأنا حابب أشكر من خلالكم كابتن محمود الخطيب على دعمه المباشر، وكان موجود في النادي الأهلي يوم العومة، وهو اللي اداني إشارة البداية، ويمكن دي في أول مرة في تاريخ اللعبة في مصر إن الكابتن محمود الأسطورة محمود الخطيب إنه يدي إشارة بداية لسباح مونو في نهر النيل، ودي كانت يعني دي فريدة من نوعها، ودي حاجه اعتز بيها شخصيا. والكابتن خطيب اداني هديه تيشرت النادي الاهلي، واداني هديه درع من دروع النادي الاهلي، فدي كانت حاجه جميله بالنسبه لي تسجل في تاريخي. يعني عندي حلم تاني دلوقتي اللي هو حلم عمري عبور المانش،
ان انا اعبر المانش، اكون اول حد يعبر مانش في العالم بالزعاني في المونو، مسافه 33 كيلو من دوفر انجلترا لفرنسا كالي. وده حلم احلامي وانا بتمرن عليه، وموت نفسي ان انا احقق الحلم دوت وارفع على في مصر. هي حاجة مشرفة جدا وبنفتخر بيها كلنا ان سباح مصري يدخل موسوعة جانس مرتين. كمان في نماذج مشرفة اكتر الواحد بيفتخر بيها في مجال الالعاب الاخرى، مثلت مصر ورفعت علم مصر في مناسبات وبطولات كبيرة. كل التوفيق ليهم جميعا. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع الاعلامي المتميز احمد سمير.